سكرتيرة مدرسة في مدينة بني سويف ضربت المدير بالحذاء لخصمه ثلاث ايام من مرتبة مديرية التربية والتعليم في بني سويف قررت النهاردة فتح تحقيق مع سكرتيرة في مدرسة لانها ضربت مديرة المدرسة بالحذاء امام اعضاء هيئة التدريس كلهم بعد وقوع مشادة كلامية بسبب رفضها اعطاء أخ... اعطاء اختام المدرسة وطبعا المذكره دي ده طبعا تم من مذكره قدمتها مديره المدرسه تشكو فيها من ده من الاخبار المهمه قم للمعلم وفيه التبجيله كاد المعلم ان يكون رسولا لا نريد لهذه الاحداث ان تجري داخل مدارسنا